الذين ينضم معنا عبر سكايب من واشنطن الدكتور احمد الابيض المتحدث باسم التحالف الوطني للمعارضه العراقيه. بدايه محاولك دكتور في حصاد هذه الليله عبر الرشيد. دكتور، ما هي المحاور التي لم تكشف عنها بغداد بخصوص الاجتماع مع وفد الخزانه الامريكيه حول يعني ازمه الدولار؟ يعني ما هي الخفايا؟ تحياتي لك وللعاملين معك في القناه ولجمهوركم الكريم. جزء أساسي من فعل المعارضة العراقية الوطنية هي السعي لكشف مهربي أموال الشعب العراقي والتي تستخدم للأسف لتدعيم النظام الإيراني ومشروعه في المنطقة بالأساس، وعصابات الإجرامية التي تختال العراقيين وتقتلهم بشكل مستمر. هذا الكشف جاء والسعي الحقيقة لتسليط الضوء على ما يقوم به مدعي انه اصحاب مصارف بالحقيقه ومواجهات لاحزاب سياسيه ومرتبطه بشكل او باخر بالحرس الثوري الايراني. ودليل على ذلك عندما حصل، يعني هو لا اقول ايقاف تدفق كما يدعي البعض او بعض الاقتصاديين اسمع ارائهم، الحقيقه حتى ملاحظات هسه بينها لجنابك، انه عندما صار ضبط الايقاع بشكل نسبي نتيجة يعني التعليمات اللي اصدرها الفدرالي الامريكي اللي هي قديمه بالمناسبه، مو اليوم، صار اكثر من سنتين هذه التعليمات وضروره الامتثال اليها. حصل انهيار في لبنان وسوريا وفي اليمن وحتى في ايران. يدلل ذلك على انه الجيب العراقي للاسف كان وجيب المواطن العراقي هو الذي يغطي ذلك. الان هذا بدايه لسحب الشرعيه عن هذا النظام القائم. ولا اقصد بشكل الديمقراطي كما اوضحت المعارضه عبر سنوات طويله من نضالها، هناك نظام ديمقراطي لم يدبر يطبق عفوا، واكو نظام اجرامي ميليشياوي هو السائد في البلد. ولذلك جزء من اسقاط منظومه هذا النظام هو تحجيم سرقاته والسيطره على الاموال العراقيه، اموال الشعب العراقي. نعم. اليوم ما يحصل حقيقه اسمع اراء كثيره في الاعلام العراقي، المتحدثين الخبراء الاقتصاديين لا يميزوا ما بين الخزانه الامريكيه التريجري وما بين الفدرالي الامريكي. خلينا نوضحها للجمهور. نعم. التريجري هي وزاره الخزانه الامريكيه بمثابه وزاره الماليه، مرتبطه بالحكومه الامريكيه، يعني مرتبطه بالبيت الابيض. اما الفدرال ريزرف بانك اللي هو مثل البنك المركزي، احنا كعراق رسميا ماليا ارتباطنا بالفدرال، لان فلوسنا اموالنا بعد اجتياح العراق للكويت وبعد صدور القرارات والعقوبات بالتسعينات، نعم، وبعد سقوط النظام قامت امريكا بحمايه اموال العراق من الدائنين او من اصحاب الدعاوى مرفوعه على العراق اللي هي بالتريليونات. طيب، ولذلك هذا خلى العراق يضع اموال عائدات النفط في حساب خاص في الفيدرال بنك. بما انه هذا البنك الفيدرالي هو مسؤول عن كل العمليات الماليه اللي يقوم بها العراق، اكتشف منذ سنوات طبعا، لكن الاصوات مطالبه بضروره ايقاف هذا النسب من اموال العراقيين جعلتهم يقعوا في حرج. العامل الاساسي اللي خلى امريكا تتحرك انه العراق يتذبذب في محاوره، يريد يروح ويا ايران والصين على حساب المصالح الامريكيه، هاي الحقيقه. فاجا البنك الفدرالي فعل، قال اكو ضروره الكومبلاينس اللي هو الامتثال. شنو الامتثال؟ انه العراق من يطلع امواله عن طريق ما يعرف بمزاد العمله اللي الان سموه النافذه، تطلع الى دوله اللي هي دبي بالاساس عن طريق حوالات يقوم بها البنك المركزي، وهاي الحوالات توزع الى مستفيدين. طيب، خمسة ستة عشرة هؤلاء يأخذون الأموال يودوها بالطريقة اللي تعجبهم. واضح، هاي هي الحقيقة. أجل الفدرالي الأمريكي قال بعد ما يصير هذا الشيء، أكو منصة تفتح واللي يريد يقدم بشكل مباشر، يعني التاجر ما يروح عن طريق شركة مالية أو مصرف، يجي يقدم القائمة، قائمة الشراء، وضحها بشكل بسيط، وهاي قائمة الشراء يبين بيها من هو المستفيد النهائي من هذه الأموال. طيب، طبعا التجار ما تقدموا، انا اقول لك يا، ونعطيهم بعض الحق، التجار الحقيقيين مو السراء. ولذلك اللي حصل
هو لم يكن تفاوض في اسطنبول عزيزي، هاي جهة وذيك جهة. الخزانة الأمريكية جزء من مهامها في قانونها هي تحمي الأمن القومي الأمريكي، وخصوصا من عمليات تمويل الإرهاب. الآن اللي راح أقول لك إياه، اللي يبشرون به أنه أكو تفاوض يوم 8، ماكو تفاوض عزيزي، أكو وفد عراقي راح يجي أعتقد على مستوى وكيل وزير هذه المرة، اللي هسه الإدارة الأمريكية ما محددة شو المستوى اللي راح يجي، راح يوقعوهم، هذه منك للشعب العراقي، راح يوقعوهم على التزامات منها تسمح للإدارة الأمريكية أو هنا الخزانة الأمريكية تدخل على مطاردة ومقاضة السارقين والفاسدين ومطاردة كل أموالهم في كل دول العالم، وهذا ما كنا نسعى له من زمان. هاي هي الحقيقة، العراق ما موقع. القضاء الأمريكي هسه اليوم إذا جلبك تروح تشتكي بالأمريكان على أي فاسد، حتى لو مدخل 10 مليار الأمريكا على سبيل المثال دولار من أموال العراقيين، الأمريكان يقول لك ما عندنا قانون. طيب يعني دكتور نعم دكتور، لا يحاولون يتصون العزمة والله ها وصار تفاوض، لا ما كل شيء حقيقة. لا أمانة أنا مسؤول عن كلامي، أتحدى أي شخص يطلع عنده بينة. طيب دكتور، إذا كانت الحكومة يعني لا تستطيع السيطرة على ملف تهريب الدولار، يعني كيف تستطيع أيضا ضبط المنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرتها؟ عزيزي هي تريد، الحكومة هي تريد، هي الحكومة مو بشخص رئيس الوزراء حتى نكون واضحين. هي المجموعة المشكلة للحكومة واللوبيات والتجار الفاسدين والسراق والمرتبطين بالحرس الثوري الإيراني واللي مرتبطين بتركيا، هم يردون هذا الوضع يستمر. هم ما يهمهم العراق ينهار، الشعب العراقي يجوع، هاي أمانة لك يا تاريخية. هم يردون، ولا هي عملية ضبط الدولار أسهل منها ماكو، أنا ما أردك شفها حتى ما نعلمهم، لكن هم مستمرين بهذا النهج وحاولوا هم طبلين بالإعلام وبالمنصات ها صعد نزل الدولار. عيب أصلاً، مخجل هذا الكلام. شنو صعد نزل هذا؟ ننتظر 8 بالشهر والناس تدري بسطاء للأسف هذول أصحاب المحال الصغيرة، فهذا شنو شغل هذا؟ يأخذ الدولار بسعر يبيعه بسعر، هذا مو كارتيل. الكارتيل الأساسي اللي يمتلكون النقد العراقي، تريد تسيطر روح شوف النقد العراقي وين. النقد العراقي أكثر من 80% من النقد العراقي ما موجود في المصارف عزيز، موجود برا، قسم منه يدخل من خارج الحدود وقسم من عنده موجود في داخل عند السراق الكبار. أنا وأنت ما عدنا تريليونات حتى نقدر نضارب بالدولار، هاي الحقيقة. اللي عدم التريليونات نفسهم المعممين اللي يبشرون الدولار راح ينزل وغيره، واللي مشكلين هاي الحكومة، هي التريليونات عندكم عزيزي. نعم. فإذا لا يعني يقول رمتني بدائها واستلت. فأنت لا مرة تتهمون أمريكا ومرة تتهمون دول الجوار ومرة تتهمون إقليم كردستان، تلاحظ أنت من صار الأزمة هاي لليوم واضح. نعم. يتخبطون. فأقول عملية السيطرة على الدولار ليست مرتبطة بواشنطن عزيزي. واشنطن قالت لك فلوسك لا تهربها، هذا هو هذا هو المانشير حتى شعبنا يعرف. طيب كيف ستتعامل الحكومة العراقية دكتور؟ يعني هل ستتجه صوب موازنة الكفة بينها وبين طهران عبر يعني موسكو بطلب الوساطة لحل الأزمات؟ ما تقدر عزيزي، طهران تأمر هذه الحكومة وتأمر كل المنتسبين. طهران تعتبر إذا استمر هذا يعني تدفق، عدم تدفق الدولار إلها راح تنهار، عندها ثورة داخلية، الشعب الإيراني ثار عليها، وعندها التزامات الحقيقة مع البروكسي أدرعها في المنطقة فيها بكل صراحة. زين هذا البروكسي اليوم حزب الله، انت شفته حسن نصر الله بشخصه طلع يستجدي دول الخليج قدامك، لانه شويه التدفق وقف، بشار الاسد فرها رجع على دول الخليج، صار يتوسطوا له عند الامريكان. نعم. فاذا ايران تعرف حتى الميليشيات هاي اللي 24 ساعه تصيح ولا هنا الى خامنئي، تعرف هاي راح تنفك من عندها اذا ماكو اموال. ونتحدث ايضا عن الدور الروسي دكتور، يعني خصوصا مع وصول يعني وصول شخصيه كبيره رفيعه المستوى بوزير الخارجيه الروسي يعني الى العراق. الروس شوف، الروس الحقيقه متورطين في حرب اوكرانيا، هاي معروفه. نعم. ما قادرين يحسموها للحرب مثل ما هم رايدين، ويهددون بالأسلحة النووية، هم يعرفون غير قادرين على ذلك. عندهم مشكلة اقتصادية، كانت إيران خلحتها بكل صراحة تستورد قطع الغيار من أمريكا وحتى من إسرائيل بما يتعلق بالطائرات المسيرة، تجمعها وتدزها روسيا تستخدمها ضد الأوكرانية. من اللي يدفع الأموال؟ العراقيين. ترى هذا هو السبب اللي جعل واشنطن تتحرك بهذا الوقت، مو عبالة جماعة مؤامرة وعلى السوداني.
ولذلك لافروف من جاء يريد يجي حقيقة مو يتوسط بين أمريكا والعراق. لافروف يريد يوجد له موطئ قدم كتحدي لأمريكا. أنا قبل سنة عندما انطلقت الحرب قلت بوتين آخر خيار عنده سوف يحاول أن ينقل الحرب إلى الشرق الأوسط. هذا هو لافروف جاء على اعتبار يريد يستفز الأمريكان وتعالوا خلنا نتفاوض وهم برأس العراق. لذلك أقول إضافة إلى أنه أكو مشكلة تتعلق في يعني وجود الميليشيات في سوريا، الميليشيات العراقية أقصد، واستهدافها الأمريكان، وهذا الروس يعرفون خطورته. لذلك أقول لافروف لا جاي يتوسط ولا كذا، لافروف هو عنده مشكلة كبيرة يعني يخلص من عدن. أقول مرة أخرى عودة على بدء، هذه المنظومة الحاكمة في العراق وصلت إلى نهايتها مع تقدم الثوار العراقيين الحقيقة في تنظيمهم العالي والراقي في تظاهراتهم. هذا ضغط كبير والضغط الأمريكي سوف يستمر. معها مني وسجلها علي، لن تقبل أمريكا بأن يأتي شخص إليها يقول لها أجلين عملية تهريبنا لأموالكم الدولاركم حتى إحنا نقدر نسيطر على أوضاعنا. هذا غير منطق، هذا لا بايدن ولا أي شخص يقدر يوافق عليه. هنا في أمريكا في قانون سوف يحاكم ويحاسب من يقوم بذلك. دكتور كيف ينظر المجتمع الدولي لأداء حكومة السيد السوداني لا سيما بعد انتهاء فترة المئة يوم؟ كيف يقيمها؟ أقول لك شيء ومن الأسرار اللي قالوا أكو مكالمة بايدن، هاي مو مكالمة، ترى المكالمة صارت عن طريق وسيط. نعم. يعني مو مكالمة بروتوكولية. بالنص قال له بايدن أنه أنت ضعيف ولذلك أنت تسمح لاستهداف مصالحنا وقواتنا من خلال الأراضي العراقية. فهذه هي الرؤية، أنه الحكومة ضعيفة بالشخص رئيس وزرائها لأنه مجرد راد يصير بالمنصب. هاي مشكلة العراق، القبلة والقبلة يعني بس يصير رئيس وزراء، وبالتالي يصير رئيس وزراء على حساب مصالح الناس وآلامهم وهمومهم. فالمجتمع الدولي ينظر إلها عبارة عن مجموعة ميليشيات مسيطرة على الحكم، مسيطرة على خزان العراق. البعض ساكت مثل فرنسا اللي حاولت وفشلتها أمريكا والمجتمع الدولي. فرنسا تصطاد بالماء العكر، تأخذ من العراق، تأخذ منها من إيران، لأن عندها مشاكل داخلية. شوف بريطانيا مبتعدة عن الساحة العراقية لأن تعرف الأمريكان حيل يعني متوترين صراحة الأمريكان من هذا الموضوع، وهذا تحدي كبير ما بين أمريكا وروسيا والصين في الساحة العراقية. والسبب ماكو موقف وطني واضح من أي حكومة عراقية جاءت. هذا هو الأسباب، كل الحكومات تعمل على تأدية مصلحتين، مصلحة النظام الإيراني ومصالح السراق والفاسدين. هذا هو التعريف القائم، حتى هذا مو اتهام، هذا دليل. لذلك الشعب العراقي الآن عليه كله أن ينهض ويثور، ما يظل قاعد منتظر إلى أن المجاعة تفتك به. الآن العراق قادم على مجاعة، مرتبات شهر القادم في إشباط. أنا أعتقد سوف تكون مشكلة كبيرة للحكومة، لأنه النقد العراقي عزيزي، وين النقد العراقي؟ من أين سوف تأتي بالنقد العراقي لتدفع المرتبات؟ إلا إذا دفع بالدولار، هاي حقيقة. ولذلك هم شي يحاولون يكسبون أيام، أسبوع الجاي 8 بالشهر أكو تفاوض، ها رحنا مو تفاوضوا تركيا شو الدولار ظل معلق بعدين. نعم. هذا السعر جنابك اللي تحدثون بيه 163 ماكو شيء. أنا على اتصال دائم مع بغداد، أصلا بورصة بغداد معزلة الجمعة والسبت والأحد وما موجودة الناس. نعم. أكو بورصة بالشمال ومعظمها تدار الآن عن طريق الواتسابات، عن طريق الواتساب يعني جروبات طايرة واحنا نشوفها. واضح دكتور. ويقصون ب 180 على 10 ايام، 180 الف لل 100 دولار، تعرف شنو؟ فهذا الكلام مو واقعيين، جابوها طول عمرهم شعارات، ما عندهم واقعيه للتعاطي مع حلول الازمات. نعم. تعرف كيف؟ فلذلك انا حديثي اليوم كان بهذا الشكل كرساله لكم ولكل الوطنيين. نعم. انه ضروره ان نتوحد حتى نرمي هؤلاء في سله المهملات والعراق يتخلص منهم. نعم. حدثنا من واشنطن دكتور أحمد الأبيض المتحدث باسم التحالف الوطني للمعارضة العراقية، شكرا جزيلا لك.